لعل الكل يتنبأ بأن الصدمة المالية المتوقعة والقادمة في هذا العالم قريبا أو على المستوى المتوسط هي صدمة إلكترونية بهذا الفهم، لذلك تكثر التحذيرات في هذا الاتجاه. كيف هو حالكم في السعودية من حيث التأمين؟ طبعا ارحب بك اخوي الطيب وبالساده المشاهدين لهذه القناه المتعلقه. كما حقيقه يعني انت اشرت في مقدمه التعريف بي وباللجنه الاعلام التجاريه المصريه للبنوك السعوديه بان البنوك السعوديه باستمرار وعلى مدار الساعه ومدار الاسبوع والعام في تاهب وفي استعداد وجاهزيه باذن الله تامه، وكما قلت انها تتبع أفضل الممارسات المعروفة على مستوى العالم فيما يتعلق بحماية أنظمتها سواء الداخلية المعلوماتية الخاصة بها أو فيما يتعلق بحماية المعلومات والبيانات البنكية الخاصة بعملائها باتباع طبعا السياسات والتدابير والمعايير المعروفة، لكن أيضا تطبيق برامج حماية متطورة وحديثة ومواكبة كل ما هو متغير وكل ما هو متطور وكل ما هو حديث، وإضافة طبعا إلى أن هناك عدة مستويات للحماية. طبعا هذه المستويات تزداد شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى درجاتها القصوى عندما يتطلب الأمر كذلك فيما يتعلق كما قلت بالبيانات والمعلومات سواء الخاصة بالمصرف أو التي تخص العملاء. نعم جيد سيد طلعت، ومن خلال ذلك اطمأنينا على موقفكم في البنوك، بمعنى أنكم عملتم ما عليكم، يعني أعقلها وتوكل. هناك شريك آخر في هذه العملية، العملاء أنفسهم، وبالتالي يجب أن تتضافر الجهود مع بعضها البعض حتى نضمن تأمين معافى وسليم. ما الذي تقوله للعملاء؟ ما هي الممارسات الخاطئة التي يتبعونها وهي كفيلة بأن تجلب كثير من المشاكل الإلكترونية والتأمينية؟ يعني هو أخوي الطيب كما يقول المثل العامي أو الشعبي يد واحدة لا تصفق، بكل تأكيد بمعنى آخر حماية البيانات البنكية والمعلومات الشخصية هي تظل مسؤولية مشتركة. نعم للمصارف مسؤولية في هذا الأمر في كما قلت تعضيد وتأمين الحماية اللازمة لأنظمتها بالمعايير وكما أشرت وتحدثت، وأيضا مجال التوعية من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، لكن أيضا يبقى في المقابل في الواقع العميل عليه مسؤولية أيضا في المحافظة على معلوماته الشخصية وبيانات البنكية، لأنه مهما اتبعت البنوك من وسائل احترازية وتدابير أمنية معلوماتية وخلاف ذلك إلا أن تساهل العملاء الكرام البعض منهم طبعا وإن شاء الله هم قلة وليس كثر بإفشاء المعلومات المالية والبيانات البنكية وبما في ذلك الأرقام السرية. يعني نحن نستغرب في بعض الأحيان في بعض الحالات التي تم رصدها يعني الرقم السري من تعريف هو سري يخصك أنت لا ليس غيرك، وبالتالي إفشاء الرقم السري تساهل في هذه المعلومات البنكية وإعطائها للآخرين وإفشائها دون أدنى شك أن يكون صاحب هذا الحساب لا سمح الله بشكل أو بآخر مباشرا غير مباشر عرضة بكل تأكيد وأن يكون ضحية لعملية احتيال مالي ونصب، أو لا سمح الله أبعد من ذلك وهنا حقيقة الطامة الكبرى والأمر المقلق أن يكون ضحية لعملية تبييض أموال أو كما يعرف غسل أموال دون علمه. نعم سيد طلعت، هناك كثير من الممارسات الضارة والتي ينتهيها الكثيرون دخول على حساباتهم من ربما وسائل ووسائط إنترنت خارجية، مثلا دخول من أجهزة لا تخصهم في كافيه في أي مكان، إلى أي مدى هذه أيضا يجب أن نحذر منها؟ أنا أعتقد أخوي الطيب أنت وضعت الأصبع على الجرح كما يقولون، يعني إحنا كنا نبهنا عملائنا في أكثر من مجال ومناسبة عدم بقدر الإمكان استخدام الشبكات العامة، لأن الشبكات العامة عادة ما تكون لا تعلم هي شبكات عامة بالنهاية قد تكون عرضة لأن تمرر من خلالها فيروسات برامج خبيثة إلى آخره، وبالتالي نصحنا عملائنا الكرام باستخدام أو بتخصيص في واقع الأمر حاسوب آلي مخصص لتنفيذ العمليات المصرفية كما يعرف أونلاين أو من خلال الشبكة العنكبوتية، وليس ذلك في حسب لكن أيضا طالبنا عملائنا الكرام بأن يضع التحصينات الممكنة من برامج حماية ووقاية لهذا الحاسوب وأن لا يحمله بأي برامج كما قلنا وأن يكون فعلا مخصص للعمليات البنكية، واليوم حقيقة لا يوجد عذر
لأنه اليوم الحاسوب أو الجهاز الكمبيوتر يعني في المتوسط 1500-2000-3000، أنا أعتقد أنها تسوى كاستثمار ها على المدى الطويل وتحصينه بالبرامج اللازمة. طبعا كل شيء بنهاية الأمر هو بحماية الله عز وجل، لكن أيضا نحن مسؤولين بأن نكون حقيقة من لدينا من الحرص ومن العناية الكافية، لأنه بالنهاية هذه أموالنا، ومعظم حقيقة ما رصد من عمليات احتيال وعمليات نصب وعمليات هاكينج أو عمليات اختراق إلكتروني، وليس تنصلا من المسؤولية بالنسبة للبنوك السعودية، لكن كان معظمها حقيقة في واقع الأمر هو تساهل من العميل، هو الثقة وإفراط الثقة بالآخرين، والتعامل مع تطبيقات هو لا يعلمها كثيرا ولا يعرف عنها كثيرا، وبالتالي للأسف. ولعلي أذكر بتطبيق الام توكن الذي انتشر قبل كم شهر، وحقيقة كان هناك عدد من العملاء من وقع ضحايا أو ضحية هذا التطبيق، التطبيق طبعا الغير سليم السيء الخبيث الذي كان له طبعا أبعاد سيئة، قد انتهت ببعض العملاء أن يعني تم عليهم عملية احتيال ونصب مالي. نعم جيد سيد طلعت، جيد. ذكرت أنت قبل قليل بأن اليد الواحدة لا تصفق، في إشارة إلى الشراكة التي من المفترض أن تكون بين المصارف والعملاء. كذلك التقنية الجيدة لا تكفي في ظل وجود كادر بشري مؤهل ومدرب قادر على التعامل والتعاطي معها وقت الحاجة والاستجابة لكل متغير. ماذا عن هذا الجانب؟ طبعا بلا شك يعني كما قلنا يعني هناك يعني دائما لأي موضوع يحدث هناك مسببات وهناك وسائل تؤدي إلى هذا الأمر. فباعتقادي انه البنوك باذن الله تعالى في يعني المملكه العربيه السعوديه تبذل قصار الجهود فيما يتعلق بحمايه انظمتها، كما قلنا اتباع المعايير الدوليه المعروفه، الممارسات المتعارف عليها، التدابير الامور الاخرى لحمايه الامن المعلومات. لكن ايضا كما قلنا يعني ايضا حتى الجهات الامنيه حقيقه نثمنها في المملكه العربيه السعوديه المختصة في الكشف عن عمليات الاحتيال المالي وعمليات غص الأموال. ولعلي أشيد حقيقة في من مقامكم الكريم بوحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية وغيرها ومؤسسة النقد العربي السعودي، كل فيما يخصه في دوره فيما يتعلق بالتوعية أو في الكشف عن عمليات الاحتيال وعمليات غص الأموال أو تمويل الإرهاب وخلاف ذلك. لكن أيضا أنا في رأيي حقيقة المسؤولية تتشاطر، ودائما أقول أنه مربط الفرس أو محور الزاوية أو حجر الزاوية في سلامة ونقاء العمليات بإذن الله تعالى من سواء اختراقات إلكترونية أو خلاف ذلك هو أن العميل أن يكون فعلا على هبة الاستعداد، أن لا يتهاون في أمور مالية حساسة، وبالذات كما قلنا الأرقام السرية كالمعلومات البنكية. ومشكلتنا حقيقة التي رصدناها هي ناتجة وحط يعني أكثر من خط تحتها هي الثقة وإفراط الثقة بالآخرين في التعاملات المالية، وهذا أمر غير وارد وغير مطلوب وغير محمد. نعم، ونتمنى أن تكون كلماتك قد وصلت ودمتم دوما آمنين. السيد طلعت حافظ أمين عام اللجنة المصرفية بالبنوك السعودية، شكرا جزيلا لك على هذا التنوير وهذا الإيضاح وهذه